بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سأجيب عن أسئلة استرداد المعارف بسرعة، تقريبا جمعت جميع الأسئلة. فهنا غنبداو بأول كي سي ام، يعني خاص اقتراح واحد. غادي نختار فقط اقتراح واحد من بين هذه الاقتراحات، يعني رقم واحد جوج ثلاثة أربعة. فغنشوف هنا: تتشكل الصهارة الأنديزيتية بمناطق الطمأ انطلاقا من انصهار البيريدوتيت المميه المنتمي للرداء العلوي الصفيحه الراكبه. بالنسبه لتحول مناطق الطمر بالنسبه للجوج، فهو يتميز بماذا؟ بضغط مرتفع ودرجه حراره منخفضه. اذا الجواب عندي هنا هو ب. بالنسبه ثالثا، تتشكل سلاسل الطفو نتيجه، نكون عارف شنو هو الطفو، هي زحف كتله محيطيه فوق كتله قاريه. الجواب الصحيح فهو ب، زحف كتله صخريه محيطيه فوق كتله صخريه قاريه. الاناتيكت هي المصعوبة بتشكل الميغماتيت، فهي ظاهرة تؤدي إلى تشكل صهارة جرانيتية. الجواب الصحيح هنا هو ألف. دي الإجابة عندي ب ب ب ألف ب ب ب ألف. بالنسبة للسؤال رقم جوج، أذكر نمطين من التشوهات التكتونية المميزة لمناطق التقارب، يعني مناطق التقارب في القوى الانضغاطية. غنذكر أنا نمطين من التشوهات. بالنسبة للتعريف ديال التحول فهو سهل، تعريف التحول هو تغير في البنية والتركيب العيداني لصخور سابقة الوجود تحت تأثير عاملي الضغط ودرجة الحرارة، ولكن فاش من حالة في الحالة الصلبة، يعني نمطين التشوهات غادي نذكر: فوارق معكوسة، طيات، وسدائم. بالنسبة لتعريف التحول فهنا التحول هو تغير في بنية وعيدانية الصخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير عاملي الضغط ودرجة الحرارة. هنا غادي نمشي للصحيح او خطأ. الف، تتشكل هالة التحول. هل هالة التحول فين كاين؟ كاين في تحول التماس، صافي مباشرة هالة التحول. هنا تحول اقليمي خطأ. تنتج السدائم عن زحف التشكل الصخري لمسافة كبيرة في عقيدة، صحيح. طيات والفوارق المعكوسة تشوهات تكتونية مميزة لمناطق التجاوب، صحيح. الشيستية فهي بنية خاصة بالصخور المتحولة تظهر في اقصى درجة التحول، خطأ. فهنا اللي كتظهر هي البنيه المورقه. اذا الاجوبه ديالي اولا خطا، ثانيا صحيح، ثالثا صحيح، ورابعا خطا. بالنسبه لهذا السؤال شنو المطلوب مني؟ اسم الظاهره اللي عندي هنايا ثم المفتاح. الظاهره عندي هي ظاهره الطمر، راها في مكتوبه. ثم المفتاح، رقم واحد الى ماذا يشير؟ هذا رقم واحد، هذا فيشير الى غلاف صخري قاري. هنا رقم أربعة، هنا بركانية أنديزيتية. رقم ثلاثة حفرة، ورقم جوج فهي غلاف صخري محيطي. غادي نمشيو نديرو الأرقام: واحد غلاف صخري قاري، جوج غلاف صخري محيطي، ثلاثة حفرة محيطية، ثم أربعة بركانية. رجع للكي سي إن، هنا عندي أربع معطيات مرقمة من واحد حتى ربعة، وغادي نختار واحد من كل معطى. تنتج الصهارة في مناطق التمر عن انصهار اش جزئي للبيريدوتيت المميه نتيجه تحرير الصفيحه المنغرزه للماء. اذا الجواب الصحيح هو ب. بالنسبه للجوج، يتميز الميكاشيست والجنايس. باش ملي كنقول الشيست ميكاشيست الجنايس، الشيبان عندهم نفس الاصل، نفس الاصل، اذا عندهم نفس التركيب الكيميائي، ولكن واش عندهم نفس البنيه؟ لا. اذا فالجواب الصحيح هو الف. يدل وجود السيليمانيت. دابا هنا السيليمانيت غادي نشوف السيليمانيت شنو هي الخصائص ديالو. عنده كيتشكل في حراره مرتفعه، عفوا حراره منخفضه وضغط مرتفع. اذا انا غادي نقلب هنا على حراره منخفضه وضغط مرتفع. ديال الجواب الصحيح هو الف، هذا معدن مؤشر نكون عارف الخصائص ديالو. عندك السيليمانيت والاندلسيت والديستين، هذو نكون عارف الخصائص ديالهم. رابعا، في السلاسل الجبليه يشكل الاوفيولي جزءا من غلاف صخري. إذا خاصنا كنعرف شنو هو الأوفيوليت، هو غلاف صخري محيطي. الجواب الصحيح هو جيم. بطبيعة الحال يتضمن البازلت والميتاغاب. بالنسبة لهذا السؤال غادي نقول هذه الأزواج ها هما، ونقلب على كل يعني واحد مقابل ديالو في يعني المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية. متتالية تحولية شنو المقصود بها؟ السحنة شنو المقصود بها؟ انقلاع شنو المقصود به؟ والتوريق شنو المقصود به؟ بالنسبة للمتتالية التحولية فهي صخور
متحولة تنحدر من نفس الصخرة الأصلية. إذا الجواب الصحيح هو هذا د. بالنسبة لسحنة التحول أو السحنة التحولية، هي عبارة عن ماذا؟ تجمع صخور متحولة يتم تحديده اعتمادا على التركيب العلالي لهذه الصخور. بالنسبة للانقلاب فهو تحرك كتلتي الفارق في اتجاه أفقي. بالنسبة للتوريق فهي بنية بعض الصخور المتحولة تتميز بتعاقب أسرة فاتحة وأسرة داكنة. في الامتحان الوطني ما خصنيش ندير هك، ولكن الإجابة خاصها تكون بحال هك. هاي الإجابة ديال الامتحان الوطني. بالنسبة للجزء الخاص بالتعريف، عرف التراكب منشور التضخم فارق معكوس سلسلة الاصطدام. بالنسبة للتراكب التعريف ديالو فهو بنية تكتونية انضغاطية تنتج عن ركوب كتلة صخرية على كتلة صخرية أخرى على إثر حدوث فارق معكوس شبه أفقي. منشور التضخم هو بنية ناتجة عن كشط رواسب صفيحة محيطية منغرزة تحت صفيحة قارية. وكاين تعريف آخر درتوه مع الأستاذ. عرف المصطلحات الآتية: فارق معكوس ثم سلسلة الاصطدام. ما المقصود بفارق معكوس؟ فارق معكوس هو تشوه تكتوني انكسار يتميز بحركة نسبية للكتلتين المشطورتين ولكن تتمثل في تقاربهما. بالنسبة للفارق العادي العكس ديال هذا، الفارق العادي مثلا هو تشوه تكتوني انكساري يتميز بحركة نسبية للكتلتين المشطورتين تتمثل في تباعدهما. بالنسبة لسلسلة الاصطدام نكون عارف فقط الاصطدام ونضيف عليه سلسلة، فهي سلسلة جبلية ناتجة عن تجابه غلافين صخريين قاريين إثر انغلاق مجال محيطي كان يفصل بينهما. يعني فقط معرفة الاصطدام ثم نضيف سلسلة جبلية. هنا بالنسبة للتعريف أيضا، عرف الأوفيوليت وعرف البنية المورقة ثم أذكر ثلاث خاصيات بنيوية وصخرية مميزة لسلاسل الطفو. فما المقصود بالأوفيوليت؟ الأوفيوليت هو جزء من غلاف صخري محيطي قديم يوجد بهامش قاري. هنا تقبل الإجابة المتضمنة لمكونات المركب الأوفيوليتي. غير تقول لو دير الأوفيوليت فيه البيريدوتيت وفيه الجابرو وفيه عرق الدوليريت وفيه البازلت على شكل أوكسيدات، جوابك صحيح. فقط أنا قلت بأن دائما إما يكون التعريف أو الوصف. بالنسبة للبنية المورقة فهي بنية تكتسبها الصخور المتحولة تتميز بتعاقب أسرة فاتحة وأخرى داكنة. وكاين نفس التعريف آخر، هنا البنية المورقة هي بنية تتميز بتعاقب أسرة داكنة وأخرى فاتحة، والداكنة هي البيوتيت أو النكهة السوداء، والفاتحة فهي المرو أو الفيلدسبات. فيما يخص الجزء الثاني فالخاصيات البنيوية والصخرية المميزة لسلاسل الطفو نذكر ثلاثة: وجود الأوفيوليت فهذا مميز للطفو، تشوه تكتونية معقدة سدائم وتراكبات ووجود رواسب بحرية. أن صخور راديولاريت هاد الرواسب فهي تميز الأعماق الكبيرة. بالنسبة لهذا أيضا QCM، واحد المتتالية التحولية للصخور الطينية الناتجة عن تحول متزايد طين شيست ميكاشيست والجنيس. هذه هي اللي غادي نختار، طين شيست ميكاشيست والجنيس. فالجواب الصحيح هو جيم. اثنان، بالنسبة للجرانيت الانديساسي يحاط به هالة التحول. بالنسبة للإيكلوجيت فهي توجد في أقصى درجات التحول بالنسبة لمناطق التمر، ضغط مرتفع وحرارة منخفضة. ب، ثم الميغماتيت فهو مركب صخري يفصله. ملي كنقول هنايا شيست الميكاشيست الجنيس، الشبع الجنيس الميغماتيت ثم الجرانيت الاناتيكتي. فالميغماتيت يوجد بين الجنيس والجرانيت الاناتيكتي. إذا الجواب الأجوبة عندي هو كالتالي: جيم ب ب ب ثم دال. بالنسبة لهذا السؤال فهو يخص التشوهات التكتونية. فهنا عندي جوج أنواع ديال التشوهات، عندي فوارق وطيات. بالنسبة للشكل واحد فماذا يمثل؟ يمثل لنا طية مائلة، كنلاحظ هنا المساحة ديالها المحورية فهي مائلة. الشكل جوج كيمثل لي طية راقدة عرقان عاس. شكل ثلاثة عندي تراكب. شكل أربعة هنا هو شكل انكسار ولكن هذا الجزء سيتباعد مع هذا الجزء. الشكل هذا فارق عادي. وبالنسبة للشكل خمسة فهو فارق معكوس، هذه الكتلتين القارية عفوا كتلتين مشطورتين فهما تتقاربان. إذا الإجابة ديالي ستكون كالتالي: شكل
الأول طيارة مائلة، شكل ثاني طيارة راكدة، ثالث تراكب، ثم فارق عادي، ثم فارق معكوس. هنا الاختيار غنداو بواحد. بالنسبة لتبريد الصهارة على سطح مناطق التمر يؤدي إلى تشكل ماذا؟ صخرة الأنديزيت ذات بنية ميكروليتية. بنية صخرة الجنيس فهي بنية مورقة. مناطق التمر كتميز بضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة. سلسلة جبال عمان فهي سلاسل طافو، وهنا سلاسل طافو زحف كتلة صخرية محيطية فوق كتلة قارية. للأجوبة الصحيحة 1 جيم، 2 باء، 3 جيم، 4 باء. نتابع. مقارنة بالقشرة القارية، تتميز القشرة المحيطية. باش كتميز القشرة المحيطية؟ فالقشرة المحيطية أكثر كثافة وأقل سمكا. إذن الجواب الصحيح هو جيم. تتميز مناطق التمر ببركانية أنديزيتية مرتبطة بانصهار جزئي للبيريدوتيت. أش من البيريدوتيت؟ غنقلب على المميه. عندي هنا ألف و ألف وجيم، هما اللي فيهم مميه. شكون الصحيح؟ المميه الصفيحة الراكبة جيم. الأوفيوليت هو مركب صخري يتكون من ماذا؟ بيريدوتيت في التحت، الكابرو دوليريت ثم البازال. إذا هنا بيريدوتيت كابرو دوليريت ثم البازال هو دال. تتميز مناطق التمر بشدودات حرارية كديرة سالبة حسب مستوى بينيوف وموجبة في القوس البركاني. الجواب الصحيح جيم جيم دال دال. الإجابة ديالك ها هي، خاصها تكون بحال هكا تكتب. فقط توضيح، هنا في مناطق التمر هنا غادي نشوفوا هذا، عندي انغراز الغلاف الصخري المحيطي الأكثر كثافة، ها الكثافة تحت القاري الأقل كثافة. هذا الانغراز لاحظوا هنا، عندي هنايا شدودات حرارية، هنا غادي تنقص هذا التدفق الحراري غيكون ناقص غينقص، إذا غادي نقول ليها سالب. هنايا في هذا القوس البركاني يعني في الجهة الموالية فهنا غتكون نشاط بركاني، إذا اش غتكون بالنسبة للشدود الحراري؟ فهنا غادي داك التدفق الحراري غادي يكون موجب، هنا ناقص وهنا زائد. صافي هذا هو التوضيح ليك. غندوزو إن شاء الله لصحيح أو خطأ. 1 الطيات والفوارق المعكوسة تشوهات تكتونية تميز مناطق التباعد. هنا خطأ، خاصها تميز مناطق التقارب. الجواب الصحيح هو مناطق التقارب. تتميز مناطق التمر بشدودات حرارية سالبة. صحيح. يتميز مركب الأوفيوليت بتركيب صخري مشابه لتركيب الغلاف. صحيح. بالنسبة للأخير، فالأنديزيت صخرة صهارية ناتجة عن تبريد وتصلب صهارة فين؟ في السطح ماشي في العمق. إذا خطأ خطأ. أنا اللي صحيح شكلي بالأخضر، اللي خطأ بالأحمر، والإجابة ديالكم خاصة تكون على هذا الشكل. خطأ صحيح صحيح خطأ. نكمل على صحيح أو خطأ. تتشكل القشرة المحيطية من صخور الجرانيت والجابرو. خطأ، خاصة تكون ناش من البازلت، البازلت والجابرو. تتوزع البؤر الزلزالية في مناطق التمر حسب مستوى مائل ياك تحت الصفيحة الراكبة. إذا هنا صحيح. تنتج سلسلة الطفو عن غراز، ماشي غراز، عن زحف. إذا خطأ. تنتج الطي الفالق عن فالق متبوع بطي، لا عن طي متبوع بفالق. إذا الجواب ديالي الصحيح فهو خطأ. صحيح خطأ خطأ. بالنسبة رابعا غنقول هاد الأزواج وغندير صلة عن نوصل بين مجموعتين واحد وجوج. الأنديزيت فهو عبارة عن ماذا؟ عن صخرة صهارية ذات بنية ميكروليتية تميز مناطق التمر. الأوفيوليت فهو مركب صخري ينتمي للغلاف الصخري المحيطي. الجابرو فهو صخرة في أين توجد؟ في المحيط، ذات بنية صهارية فهي صخرة صهارية ذات بنية محببة تنتمي للقشرة المحيطية. بالنسبة للبيريدوتيت فهو صخرة صهارية تنتمي أو ذات بنية محببة تنتمي للرداء العلوي. بالنسبة للهدهاء فغير حاطين وعاق. الإجابة ديالك يجب أن تكون على الشكل التالي ج ب ألف د. هنا يجب تعرف الظاهرة مع إنجاز مفتاح. 1 أو الظاهرة هنايا فهي ظاهرة التمر. رقم 1 فهي قشرة محيطية. رقم 2 غلاف صخري محيطي. ورقم 3
فكان عنو به الرداء العلوي. أجوبة ديالنا هاي طمر، قشرة محيطية، غلاف صخري محيطي، ورداء علو. غنرجعو للأسئلة ديال التعريف. عرف ثم نشوف صحيح أو خطأ. عرف الصخور المتحولة. هنا خاصني نكون عارف التحول ثم نضيف ليه كلمة صخور. المعدن المؤشر فهو شفناه أيضا. بالنسبة للصخور المتحولة هي صخور ناتجة عن تغيرات بنيوية أو عيدانية وعيدانية لصخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير تغير عاملي الضغط ودرجة الحرارة. يعني تقريبا هنايا و أو ممكن تكون تغيرات بنيوية وعيدانية، أو تكون تغيرات بنيوية فقط أو عيدانية فقط. بالنسبة للمعدن المؤشر فهو معدن يتشكل في ظروف ضغط وحرارة محددة، يؤشر تواجده في الصخور على الظروف التي خضعت لها هذه الصخرة أثناء تحولها. غندوزو لصحيح أو خطأ. الشيست صخرة تنتظم فيها المعادن في مستويات دقيقة جدا ما يجعلها سهلة الانفصام. صحيح. الجنايس صخرة تتميز بتعاقب أسير فاتحة وأخرى داكنة مما يعطي طابعا مورقا. صحيح تلهنا ويجعلها سهلة الانفصام. إنها خطأ لأنها يجعلها صعبة الانفصام. إذا الأولى صحيحة والثانية خطأ. المجماتيت مركب صخري. صحيح يتشكل من سحنة فاتحة مكونة من الجرانيت وسحنة قاتمة مكونة من الجنيس. هناش عندي البازلت. هنا خطأ. الإيكلوجيت صخرة تنتمي للصخور المتحولة تشكلت في بلاصة مناطق الطمر، تشكلت تحت ظروف ضغط مرتفع في مناطق الطمر. إذا جواب صحيح. الإجابة ديالي كالتالي. صحيح خطأ خطأ صحيح. إذا هنايا 025 025 025 025. وأخيرا نختمها بالمركب الأوفيوليتي. دابا الأوفيوليت مش كيتكون، تتكون من البازلت الفوق، عروق الدوليريت، جابر منضد، ثم البيريدوتيت. غادي نقلب عليهم. دابا رقم واحد غنمشي وسيدات بازلتية. ما كاينش شي حاجة سميتها وسيدات أنديزيتية. رقم جوج فهي عروق الدوليريت. هاي واو. ثم رقم ثلاثة جابرو منضد. هالجابرو. ثم عندي جيم أربعة فهي البيريدوتيت. صافي هادشي مناش كيتكون المركب الأوفيوريتي. واحد ها جوج واو ثلاثة ألف أربعة جيم. 025 025. والسلام عليكم.